وينو؟ عرك وينو؟ يوسف يوسف وراك يا يوسف. ايوه اطلع يا زبدية. البس طب البس يلا. شوفي وين صرت لابس؟ بمزح يا زلمة. شوفي فكرت عندك حدا؟ منين عندي حدا؟ اسمع، قرش الفن العربي جارنا جاكوب عازف الساكسفون اعطاك عمره. عيد راح نكيف، صار ثلاث ايام راجل راح نكيف. شو بتحكي يا زلمة؟ قبل خمس دقايق كنت احكي معه على الفيسبوك وقال لي هازمك على حفله برايفت وحجزت لك طاوله على البست. يا زلمه مش هذا بيكونش هو مات، بس الروح تاعته الروح بتكون هي الادمن. انا لليوم بحكي مع ام كلثوم بقول لها اشتقنا لك يا حجه على الفيسبوك، بتقول لي نراكم في حفل عمان قريبا. هذا قصده حفل برايفت الاخر. ايوه مع محمد عبد الوهاب. وش اللي بتقعد؟ اسمع يلا يلا بدنا نروح. لقيت بيجوا كل الفنانين رقص، سمية الخشاب ونادر عمران، بحبها لنادر عمران، بموت على نادر عمران. الدولفين السكسفون العربي راح، لحظة يا ماما راح، الوطن العربي خسر وهالدولفين. أهلين أهلا وسهلا. شايف العزة؟ شايف العزة كله بنات مش حكينا. شايف تحت النفس. أهلا وسهلا. يسلم راسك. تيش يسلم راسك. تيش أهلين أهلا وسهلا. يسلم راسك. يسلم راسك. أهلا وسهلا أهلين. الله يرحمه والله. تيش كلنا خسرناه. آه والله. قرش الفن العربي. الدولفين. كل الوطن العربي خسره، بس أنا بحب أقول لكم تتلكوش. هلكيت بكون مع السيد محمد عبد الوهاب، سعد مساك يا أختي، مع السيدة أسمهان ومع فهد بلان، بكونوا قاعدين كلهم ومبسوطين مع بعض ونعملين سهرة. آخ لو إحنا بين هالكوكب من النجوم. آخ أكيد هلا الحفلة بتكون بلشت نار. أكيد والله أكيد. الله يرحمه. سلام راسك. حضرتك مين؟ بنته للمرحوم. ما شاء الله صاروخ أرجو. الله يرحمه. سبحان الله، الإنسان مثل البني آدم لما يتوفى بموت. صدقت. آه والله سلمت أمك. أنت بنته؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يخزن العين. اقعد يا زلمة ما شاء الله، يضل يتكبر. ما شاء الله ما شاء الله. خلصنا احنا بعزة، عيب عليك. قبل ثلاث شهور خسرنا جورج مايكل واليوم جيكوب. الفنانين قاعدين بفرطوا واحد ورا الثاني. اه والله الله يرحمه. الله يرحمه يا جاكوب. هذا هو. الله يرحمه. لازم تنبسط انه مات، يعني قصدي انه يعني تنبسط انه هيك مات. وحياتك كل قطاع السكسفون انضرب بالوطن العربي. بس تسألك هو اسمه جاكوب؟ لا اسمه جلال، بس جيكوب هو يعني اسم الفني. كثير كان يحب هذا الاسم. زي عنا يعني دمنهوري بنحكي له دوف من دلعو دوف. الله يرحمه. شو عاملين على الدفنه؟ شو في نشاطات؟ قصدي يعني شيء عاملين؟ شوف اخوته واهله المظبوط حابين يعملوا هيك اوبن بارتي. قبل وبعدين رح يعملوا هيك ريسبشن صغير صغير، ريسبشن على الخفيف على الضيق، وبفكروا يجيبوا فارس كرم يحيي الحفله. حلو فارس كرم. عيب هالحكي. صحيحكم ما تصحوا. شو الدعوة؟ هذا أخوي وحبيبي، الواجب لازم علينا، أنا اللي بكون بواجبه. إحنا اللي لازم نعزمه. من إمتى أهل الميت بسوي الحفلة؟ قصدي اللي هذا العزف والجنازة. بس لازم إحنا إخوة وإخوته وأهله. لا لا ما يعني كثير صعب، رح تحرجني لأنه أهله صاروا حاجزين العويدة. طيب يا عمي، هم بأخذوا في الجنازة بيعملوا اوبن بارتي للناس العامه. وانا قبل الدفنه بعمل بارتي حزين وبنوزع شويه شمبانيا ضيق، وانتو بتجيبي صحباتك وانتو صحباتكم، يعني قاعده حلوه هيك بنسوي سهره على الخفيف مع شويه نش.
بس انتوا هيك يعني كثير رح تضغطوني، لانه معناها انا بدي اغير فستاني مرتين ولازم اروح على الصالون اعمل شعري مرتين، ما في وقت. شعرك بده صبغه لانه ماكله الصدى. لا صحيح، هذا حنا عشان اكثر طبيعي، وانا بدي اعزم اصحابي بالجامعه. بس بليز يعني خفف الشباب لانه بلاش يقلب عزا ولدي. بعدين تقلب حفله حبتيه ولد صغار بصيروا يسكروا ويراجعوا، بنضل احنا مع بعض بضل شيء مسكر. بلاش ماما. طيب اسمحي لنا احنا عشان نروح بدي اجهز للدي جي ونجهز للنش والقعده، اسمحي لنا بدنا نطلع. بس تحلوا شباب، وين بدكم تطلعوا بلا تحلايه؟ في حلو نقعد شو ورانا الدي جي. حل الشباب حليهم، في وقت نحجزهم. شكرا يا حبيب. لا انا حبيبي عشان انت يتسلم. لا 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 حبيبي عشان انت يتسلم. بلاش معك سكري؟ بس عشان انت. طب يلا يلا احنا اسمحوا لنا. بنمر عليكم بكره ان شاء الله بنسوي حفله صغيره. اهلا وسهلا، بنستناكم. الله يرحمه. بنستناكم. فضل ايش يضل معك. الله يرحمه. الله يرحمه. بنستناكم. اهلا وسهلا يا اختي. الله يرحمك يا جيكوب، من وين كنت تعرف هاللمم؟ حاجة العريس، شو يا عريس؟ وين العريس؟ وينه؟ حاجة وحدة؟ طيب يلا يلا كرمال العريس، آخر نطة آخر نطة معي. ها نطون 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 شكرا، تسمع على الخير. نطون نطون انتوا اخواتي وانا بدي اروح. انتوا اخواتي. نطان 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 يوسف واخي يوسف. ايوه تعال يا زلمتي اياك بسرعه. البس يا زلمه. انت دائما مش لابس يا زلمه. عن جد مش لابس. والله شكله عندك حدا. شو في عندي حدا؟ فيش عندي حدا يا زلمه. عندك ايش بنات بحياتك؟ يا زلمه فيش عندي بنات. والله شكلك من وراي. شو في يا زلمه؟ بنسمع الله فتحها بوجهنا، الفنانين كلهم قاعدين بيموتوا. 100 فنان بقول لك اصله من الزرقاء بس بيمثل بوليوود، يعني كل الممثلات جايات. عبد الكامل راح تيجي ويسرى راح تيجي وتيتول سابا. تيتول سابا بتهبل وجاي صبا مبارك راح نكيف سهر على الاخر. يعني هذه جنازه راح تكون نار. وجاي فاطمه ايوب وكل راح يجي. كل الممثلات يعني موجوده. بقول لك جايات يا زلمه. انا بس بدي اشوف فاطمه ايوب. فاطمه ايوب جاي 100% وصبا جاي وكلهم جايات ويسرى جايه. روح البس القميص، روح اللي دائما بتلبسه. والله شكله عندك حدا. اذا ما فيش حدا، امي بتتحمم. امك بتتحمم ولا؟ ما امك ميت لها 8 سنين. والله شكله عندك حدا. مين فاطمه ايوب؟ السلام عليكم. السلام. الله يرحمه. تعيش تعيش. يعطيك العافيه. الله يرحمه. تعيش. شو شايف العزاء ناشف؟ في شيء طري؟ نسوان بفوت من الباب الثاني. شو عاملين اكتيفيتيز على الدفنه؟ في شيء؟ نشاطات؟ بعد صلاه الظهر الدفنه. سمعت جايبين ديانا كرزون على الدفنه صحيح؟ يا زلمه شو ديانا كرزون واكتيفيتيز ومش عارف ايش؟ يا زلمه انت جاي على عزم مختلط يا زلمه، انت جاي على حفله، صحيح انك ما بتستحي. يا عمي ما كنا الشاب فنان ممثل سينمائي صح؟ يا زلمه لا فنان ولا شيء، كهربجي ومره واحده طلع بحياته قدام الكاميرا في حاره ابو عواد ومر من قدام الدكاني. طيب اذا كومبارس عم يسوب حفله صغيره بنقابه الفنانين، بتيجي صبا مبارك وفاتن حمام، بنحط موسيقى على الواطي وبنرقص. يا زلمه شو صبا مبارك وفاتن حمامه ولو على الزغبي؟ يا زلمه انت واحد ما بتستحي. يا زلمه يا زلمه حتى عزاكم يا زلمه بس يا زلمه كان نفل ما فيش. شو هاد؟ وانت؟ انا بعرفوش الشاب. لقيته على الباب ودخلنا سوا. الزغبي قال